السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذنا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني. فيه نتناول ما تبقى من العناصر من خلال تناول الامتحان الوطني سنة 2013 مسلك الآداب الدورة العادية. في الجزء الأول توقفنا عند كتبنا مقدمة شاملة، صغنا فرضية، قرأنا القصيدة واستخرجنا أهم الأفكار والمعاني الواردة في القصيدة، درسنا كذلك الجانب المعجمي من خلال تحديد الحقول الدلالية والألفاظ والعبارات التي تتبع إليها والعلاقة بين هذه الحقول الدلالية وذات الشاعر. وصلنا الآن إلى الإيقاع، إذن هنا الجزء الثاني. حسناً، الإيقاع تعلمون بكل بساطة أن الإيقاع ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ جيد، عندنا الخارجي والداخلي. ماذا ندرس على مستوى الإيقاع الخارجي؟ سندرس هنا السطر الشعري طبعا، لأنه ما عندناش هنا البيت الشعري طبعا، تعرفون ذلك. سندرس تنوع القافية والروي، التفعيلة المعتمدة والتفعيلة المعتمدة. إذن هذه هي أهم العناصر التي سنتناول على مستوى السطر الإيقاعي الخارجي. الداخلي ندرس جانبين أساسيين هما التكرار والتوازي. طبعا التكرار على مستوى الحروف والكلمات والجمل. من خلال الملاحظة البصرية تلاحظون أن البنية الإيقاعية الخارجية طبعا هنا اعتمد الأسطر الشعرية. إذن سأعود إلى السطر وأنتقل إلى بداية فقرة جديدة وأشير ومن الناحية مثلا. دائما هذه فقط بعض الصيغ، وإلا فأنتم أحرار. الأساس هو الحرية في التعبير، وهذه صيغة من الصيغ. ومن الناحية الإيقاعية، وفي فيما يرتبط بالإيقاع الخارجي، نلاحظ ماذا تلاحظ في البداية؟ نلاحظ اعتماد السطر الشعري، اعتماد السطر الشعري. كيف هو هذا السطر الشعري؟ لاحظوا أن السطر الشعري هنا يطول ويقصر. ما الذي يتحكم في ذلك؟ تعلمون أن الذي يتحكم في ذلك هي الدفقة الشعورية، اعتماد السطر الشعري الذي يطول ويقصر حسب الدفقة الشعورية للشاعر، هي التي تتحكم. لأن لاحظوا جيدا أن الشاعر الحديث النفسية هي التي تتحكم في الشعر، عكس الشعر التقليدي عندما كان الشكل يحدد إن شئنا نفسية الشاعر ويتحكم في عدد الكلمات أو التفاعيل التي سيعتمده. ما هي التفعيلة المعتمدة هنا؟ للتوصل إلى التفعيلة سنرمز، فتعطينا آن الأوان، واضح؟ طبعا حرف متحرك، حركة، ساكن، سكون. آن الأوان كي أغني لك يا مدينتي مثال. ستعطينا مستفعل، متفعل، مستعل، هنا متفعل. إذن وجدنا تفعيلة مستفعل وتفعيلة مستفعل. أين نجدها؟ نجدها في بحر الرجز، وبحر الرجز واحد من البحور الخليلية الصافية، عكس المختلطة كالطويل عندما نجد فاعول مفاعل فاعول مفاعل، هذا البحور مختلطة. وتعلمون أن الشاعر الحديث في بداية التجربة اعتمد البحور الشعرية الصافية، أي التي تتضمن تفعيلة واحدة. إذن سأكتبها، أنا توصلت الآن إليها. من لم يتوصل إلى التفعيلة طبعا سيكتب اعتمد على واحدة من التفاعيل وينتهي الأمر. الشعورية للشاعر، معتمدا تفعيلة مستفعل من بحر الرجز، وهو من البحور
الصافية وهو من البحور الصافية. واضح؟ جيد. كيف ستأتي القافية والروي؟ لاحظوا هنا التنويع في الأروى، يا مدينتي، أوطان نون الهوى، انتهى الأغصان وحدها. إذا لاحظوا هنا التنويع في القوافي والأروى. كما اعتمد الشاعر التنويع في القوافي والأروى. لما؟ لأنه شعر حديث، والشعر الحديث كسر نظام الإيقاع التقليدي الذي يعتمد على وحدة الوزن والقافية والروي. جيد. إذن هذا ما يرتبط بالإيقاع الخارجي. وفيما يرتبط بالإيقاع الداخلي، نرصد أو نلاحظ تكرار الحروف. ما هي الحروف التي أعيدت بكثرة في هذه القصيدة؟ ستجدون النون، ستجدون العين والغين، العين، الغين، الكاف، وما إلى ذلك. الأصل في التكرار هو تعداد في الحقيقة. إذا أردنا أن ندقق في الأمر فيجب أن نعد هذه الحروف. أنا، الأوان، نون، أغني، مدينتي، الأوطان. لاحظوا أن حرف النون حاضر القوة في القصيدة، وتعلمون أن النون في كثير من الأحيان يدل على الحزن. كما نجد تكرار بعض الكلمات. ما هي الكلمات التي أعيدت في القصيدة؟ ستجدون يا مدينتي، مدينتي، أراك أحلم، أراك أحلم. إذن أرصد في القصيدة بعض الكلمات التي تم تكرارها في القصيدة. جيد. كما نصادف التوازي، كما نصادف التوازي، ومثاله نعود إلى القصيدة، نجد وفي مقاهيك وفي لياليك، ومثاله وفي مقاهيك وفي لياليك. إذن أرصد مثالا في هذا الإطار. تشيرون إلى وظيفة الإيقاع. ما وظيفته؟ هي وظيفة موجودة في كل الخطابات الشعرية، هي بعد جمالي تأثيري موسيقي. جيد. ووظيفة الإيقاع تتمثل في بعدها الجمالي، التأثيري، حيث يتناغم الإيقاعان الداخلي والخارجي ليكشف عن نفسية الشاعر الحزينة الحالمة. واضح؟ إذن فالإيقاع يساهم في الكشف عن ذات الشاعر، كما أنه يعطي موسيقى. لاحظوا، كتبنا فقرة منظمة متناسقة فيما يرتبط بالإيقاع. سنمضي للمستوى الثاني وهو الصورة الشعرية. وطبعا عندما نتحدث عن الصورة الشعرية تختلط لديكم الأمور قليلا بين الأساليب القديمة التقليدية، الحديث عن التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية، والأساليب الحديثة والحديث عن الرمز والانزياح والأسطورة. تجدون هذا المشكلة. أقول بالنسبة إليكم في هذه المرحلة، لا بأس من الخلط في تناول هذا الأمر. إذن هذه هي القاعدة العامة. إذن لاحظوا جيدا أن الصورة الشعرية في تجربة تكسير البنية هي صورة مركبة. ما معنى مركبة؟ أي أن الصورة لا تكتمل
إلا من خلال قراءة القصيدة من بدايتها إلى نهايتها. عكس القصيدة الإحيائية أو ضمن سؤال الذات، نجد الصورة الشعرية في البيت السابع، في البيت العاشر، إذن صورة منفصلة لوحدها تشكل جمالية. أما هنا فلا، فهي صور مركبة. إذن وفيما يتعلق مثلا بالصورة الشعرية، فهي صورة مركبة، هكذا صورة مركبة من مجموعة من الصور الجزئية. كيف هي الجزئية المتفاعلة فيما بينها، حسناً، والتي تمتد طبعاً عبر مساحة النص، حسناً. ومن بين هذه الصور، إذا لاحظوا أن القصيدة مليئة بهذه الصور الشعرية. تجدون وفي لياليك إذا الصيف انتهى، إذا الصيف انتهى. لاحظوا إذا الصيف لياليك، المدينة لا ليل لها في الحقيقة، إذن فالليل ينتمي إلى الزمان. إذن اشتعلت رائحة الأغصان، لاحظوا هنا اشتعلت الأصل النار هي التي تشتعل، وجعل الأغصان كالنار. إذن في هذا المثال أنسل أبحث بعدما انتهت معركة النهار. لاحظوا معركة النهار، ليست هناك معركة للنهار، المعركة نتحدث فيها عن معركة في الحرب. إذن هنا لاحظوا هذا الإسناد، على وجه طبعا الانزياح أو المجاز، خلف ضجة الإعلان، إذن لاحظوا عطار الإعلان، ضجة الإعلان لا ضجة له في الحقيقة، الضجة هي الصراخ أو العويل الذي يحدثه الإنسان في وسط ما. إذن تلاحظون أن هذه الصور ذات بعد إيحائي أكثر منها جمالي كما هو الشأن في المدرسة الإحيائية أو في سؤال الذات. إذن ونلاحظ أن هذه الصور تجاوزت البعد الجمالية لتعبر عن بعد إيحائي، يعني هناك إيحاء لدلالات الكلمات. إذن هذا هو ما يعني ما يمكن القول على مستوى الصورة الشعرية. إذن بعد إيحائي، وما يجعلنا نقول وهو ما يجعلنا نقول أن الوظيفة الصورة هنا هي تعبيرية إيحائية. لاحظوا يمكن التوسع، من أشار من أراد الإشارة إلى بعض الرموز ربما في القصيدة قد يستخرج بعض الرموز، مثلا عندما يقول مثلا الصيف، الصيف هو إشارة لارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع مثال لربما معاناة يعانيها الإنسان في ظل، طبعا نعرف القاهرة وارتفاع درجة الحرارة التي تكون فيها في شهر في مرحلة الصيف. إذن المدينة قد نعتبرها رمزا تعبر عن البعد المادي، عن المعاناة، عن الوحدة. أحيانا لا يجد الواحد لمن يقول سلام في المدينة، وإذا سألك واحد في المدينة فإنه سيسألك عن السؤال المعروف كم الساعة.
إذا تبقى الصورة الشعرية في تجربتك السلبينية فيها هذا النوع من الحرية على مستوى التحليل، لكن هذا هو أقل ما يمكن كتابته في هذا الإطار. نمضي للمستوى الأسلوبي. الأسلوبي طبعا هنا تحدثت في الأسلوب عن الخبر والإنشاء، في عن الخبر والإنشاء. لاحظوا أنه في الامتحانات الوطنية ستلاحظون عدم مطالبتكم بتناول الجانب الأسلوبي، لكنني أقول أنه لا بأس من تناول هذا الجانب. إذن ومن الناحية الأسلوبية ألاحظوا ماذا تلاحظون؟ ما هو الأسلوب الذي هيمن في القصيدة؟ الأسلوب الخبري أم الإنشائي؟ تجدون أن هيمنة الأسلوب الخبري، هيمنة الأسلوب الخبري. لما؟ لأن الشاعر أراد إخبارنا عن حقيقة المدينة. الأسلوب الخبري لأن الشاعر أراد إخبارنا بحقيقة المدينة والمعاناة التي يعانيها ربما وأحلامه وما إلى ذلك. وتستخرجون بعض الأمثلة، تكتبون هنا مثالين أو ثلاثة. أرى أن النص لا يتضمن أسلوب الإنشائي، بل هناك النداء مثلا جيد، كما يتضمن النص هكذا، كما يتضمن النص بعض الأساليب الإنشائية كالنداء. يا أجمل الأوطان، تكتبون الدليل على المثال الذي اخترتم. تجدون أسلوب وحيد والتعجب كذلك، تحت نهار يسعد الإنسان وإن لم يأتي هنا بصيغته المباشرة ما أفعل أو أفعل به. إذن هذا ما يرتبط بالناحية الأسلوبية. لذلك قلت لا بأس من الإشارة إلى جانب الأسلوبي وإن لم يطلب صراحة في تحليلكم للقصيدة. إذن بقي العنصر الأخير وهو المرتبط بالخلاصة التركيبية، ودائما أركز على هذا الجانب. جانب المرتبط بالخلاصة التركيبية مهم جدا، نظرا أذكر لأهمية النقط المخصصة للخلاصة التركيبية. نقط أربعة وجب عدم تضييعها، يعني باجتهاد بإصرار على الحصول على هذه النقط الأربعة، لأن من شأنها أن ترفع يعني النقطة المحصلة في مادة اللغة العربية. إذن الخلاصة التركيبية تشتمل على ما يلي: التذكير بالمضمون، واضح؟ التذكير بتمحيص الفرضية، والمناقشة أو الجواب على ذلك السؤال. ولاحظوا أنه طلب منا هنا أن نبين أثر تكسير البنية في تطور الشعر العربي. المضمون، إذن الخلاصة التركيبية تبدأ بعبارة كما تشاءون، تأسيسا على ما سبق، خلاصة الكلام، يتضح في الأخير، وما تشاءون. إذن يتضح في الأخير بعد تحليلنا للقصيدة، أن الشاعر عبد المعطي حجازي قدم وصفا للمدينة وحالها وأحلامه كذلك، لأنه يحلم أن يوجد في بيئة تعمها السعادة والحب والفرح وما إلى ذلك. تحققت الفرضية أم لا؟ تحققت، جيد. ومن هنا ألاحظ تحقق الفرضية التي انطلقت منها في بداية التحليل. هذا الجانب يعطيكم نقطة واحدة، ولاحظوا هذا الجانب الأخير، والكثير يهمله.
إذن أركز على هذا البعد. ولقد ساهمت هكذا، ولقد ساهمت هذه المدرسة في تطور الشعر العربي، في تطور الشعر العربي. ولعل والدليل على ذلك، والدليل على ذلك مثلا نجد توظيف لغة متميزة بالإيحاء، والدليل على ذلك اعتماد وتوظيف لغة متميزة بالإيحاء. يعني لا يوظفون في كثير من الأحيان لغة مباشرة بالإيحاء الدلالي، إذن لا يوظفون لغة مباشرة، وإنما يقول لك كلاما وهو يقصد كلاما آخر. هذه القصيدة التي تناولنا هنا واضح أنها ليست بتلك الصعوبة التي قد نجدها في بعض القصائد، خاصة التي تنتمي إلى تجديد الرؤية أحيانا. زيادة على تكثيف الصورة الشعرية، تكثيف الصورة الشعرية، تكثيف الصورة الشعرية ذات الوظيفة الإيحائية، ذات الوظيفة الإيحائية، ذات الوظيفة الإيحائية. إذن الصورة الشعرية هنا ليست ذات بعد جمالي للزخرفة والزينة، لا، بل لها إيحاء وتعبير بهذا المعنى. كما أن هذه التجربة، كما أن هذه التجربة تجاوزت البعد الذاتي. هنا عندما نتحدث عن البعد الذاتي نتذكر الرومانسية وانصراف الشعراء إلى الطبيعة والغاب والتعبير عن الأحزان والآلام واليأس والبكاء وما إلى ذلك، وإنما تجاوز هذا البعد الذاتي لمعانقة القضايا الإنسانية، معانقة القضايا الإنسانية التي تستوعب تعقيدات الحياة المعاصرة، وتعبر عنها. إلى جانب العنصر الأخير، وهو لا ننسى على كل التطور الحاصل على مستوى الإيقاع، لا ننسى إلى جانب ما حصل على مستوى الإيقاع وجعله مرتبط بذات الشاعر ونفسيته، أي ما يجعلنا نتحدث عن الإيقاع، عن الإيقاع الداخلي إن صح القول، والذي يتحكم في الإيقاع الخارجي وليس العكس. إذن لاحظوا أن خطاب الكسير البنية ساهم كثيرا بهذا المعنى في تطور الشعر العربي. أشير إلى فكرة أساسية هنا وهي المناقشة، جميل جدا أن تسير في هذا البعد الإيجابي وأن لا تسير في الاتجاه ربما، لأنك إذا قلت لا ستحتاج إلى دلائل أكثر من قولك نعم في هذا الإطار. خلاصة يا شباب، في التحليل سيروا وفق البناء المنهجي الذي بموجبه تقديم مضامين، معجم، إيقاع، صورة، أسلوب إذا طلب، وخلاصة تركيبية، وإن شئت أن تنجز الأسلوب كذلك. لا تبخلوا في إعطاء كل مرحلة حقها. إذن حاولوا الكتابة، إذن بمعنى اطلق ستيلو اكتب في الورقة ديال التحرير، وعدم الاقتصار على بعض الأسطر في تحليلك للقصيدة. آمل في الأخير أن تكون هذه الحصة مفيدة إن شاء الله عز وجل. اجتهدوا أكثر، اصبروا أكثر، وأكيد جدا إن شاء الله عز وجل أن القادمة أحلى، تنالون شهادة البكالوريا وتفرحون وتسعدون ذويكم وأهليكم. إلى اللقاء.